هلا والله. اليوم جايبكم فلوق. فلوق اللي متابعني من زمان على ايام 2014 و2015 كنت احمل فلوقات مونتاج تعبان، فان شاء الله هذا اول فلوق احترافي لي. انا حاليا في مطار ابو ظبي ومسافر مكان، بعد شوي راح تعرف شو المكان وليش مسافر، بس اذا مبين على وجهي اني تعبان ونعسان فايه تعبان ونعسان، لانه صارت معاي امس قصه جدا جدا عصبتني صراحه. فخلينا حاليا نروح على الطياره ننام نوصل المطار الثاني واحكي لكم القصه. وصلت الفندق وما صورت اي شيء معي بالمطار. قلت لكم قبل انه كان عندي مشكله واحده او مصيبه واحده صارت معي، صار معي مصيبتين اكثر منهم. خلنا نروح على الغرفه لانه قاعد اتكلم بالاوتيل واحكي لكم شو صار معي. 261 مفروض هي غرفتي. اوكي غرفه لا باس بها. خلينا نشوف النظاره، اهم شيء الفيو 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 الفيو. كويس ماشي حالي. اليوم من أسوأ الأيام اللي مرت علي بحياتي وسافرت فيها. يوم كان جدا سيء، صارت معاي مصيبة ورا مصيبة. طبعا آخر شيء الحمد لله حاليا وصلت لألمانيا برلين، هاي الوجهة. بعد شوي راح تعرفوا الشركة اللي سافرت معها وليش مسافر أصلا، بس الشيء اللي أهم من هالكلام كله المصايب اللي صارت معي. خليني احكي لكم المشاكل اللي صارت معي عشان ما تصير معكم. اول شيء انا كنت مسافر على مدينه المانيا باستعمال عن طريق الطيران البريطاني او بريتش ايرلاين، فاجيت ابي ادخل في الطياره قالوا لي انت ما عندك فيزا بريطانيا. قلت لهم انا بوقف في بريطانيا بس، يعني بغير طيارات ما راح انزل في بريطانيا. قال لا لازم فيزا بريطانيا. يا اولاد الحلال يمين يسار طيارتي ما في، مع السلامه. اوكي طلعت كلمت الشركه قالوا لي ما في اي مشكله، حجزنا لك طياره ثانيه الساعه 9 الصبح، كانت الساعه 1 بالليل. رجعت بيتي نمت، صحيت الصبح رحت وقلت خلاص اوكي الحين كل شيء بصير تمام. ركبت في الطياره حايزين لي على العادي اللي هو مع الناس العاديين، بس البريطاني كانوا حايزين لي بالفي اي بي، كنت معزز مكرم، فما راح يحجزوا لي مره ثانيه في اي بي لانه الطيران البريطاني خلاص راحت فلوسهم، يعني الشركه دفعوا لي تكتين هالمره. فقلت خلاص يلا ما في مشكله. ركبت في الطياره وصلت مطار ميونخ، ومن مطار ميونخ بالمانيا بيحول طيارة لمطار برلين. فنزلت مطار ميونخ معي ساعة بالضبط والطيارة الثانية راح تحلق. فعلى طول كل مكان طوابير، كل مكان تروح طوابير. فوقف على طابور عملت تشيك اوت، بعدين رحت على كذا رحت علي الطيارة. ما ساعة يعني ما راح اقدر، غلط من الحجز نفسه. كلمت الشركة قالوا لي ما في مشكلة وحجزوا لي طيارة ثانية بعد ساعتين. الحين الشركة دفعوا لي تكتين طيارة كذا على الفاضي. فقلت اوكي معي ساعتين، بحط شنطتي فيها على جنب وبروح بلفلف شوي بالمطار، بشرب مي، باكل، المهم بظبط اموري. مع ان المطار تقريبا فوق العشر مرات قالوا بالميكروفونات لا حد يخلي شنطايته في مكان، خلوا شنطايتكم معاكم دائما. سحبت على هالكلام، ظهري واجاني وحطيت الشنطه. رحت اشتريت مي، رجعت ما لقيت الشنطه. اوكي شنطه فيها جواز سفري، فيها الكاميرا، فيها لابتوب، فيها حياتي كلها بالشنطه هاي. كلمت السكيورتي قال ايه احنا قلنا ممنوع تخلي الشنطه، ممكن الشرطه اخذوها. رحت كلمت الشرطه قالوا الشرطه لا احنا ما اخذنا اي شيء. رحت كلمت المساعدات وكذا شيكوا اذا حد اعطاهم شنطه، قال لا ما جانا اي شيء. قلت لهم شو الحل؟ قال ارجع عند الشرطه خليهم يشيكوا الكاميرات. رجعت عند الشرطه قالوا لي ايه الكاميرات تبي تقدم طلب وتاخذ تقريبا اسبوع الى اسبوعين. شو جوازي ما شو اسبوع اسبوعين جوازي، طيارتي بعد ساعه بتسافر. شكلي بعلق في المطار نفسات فيلم توم هانكس اللي عايش طول حياته في المطار. يمين يسار قالوا لي ما يمدينا نعمل شيء. انا بهاللحظه اقسم بالله كنت ببكي، والله كنت ببكي، قاعد وقاعد ادعي يا رب يا سهل ولا تعسر، يا رب سهل ولا تعسر، وقاعد امشي. رجعت قاعد مكاني ما اعرف شو اسوي. بعدين تذكرت شغله، كراسي الطيارات اللي قاعدين عليها مقسمة أقسام، هيك قسم 1 2 3 في بيناتهم ممرات طويلة. قلت لحالي ممكن أنا مخربط، ممكن أنا قاعد في هالقسم بس شنطتي في هالقسم وأنا مخربط، بيشبهوا بعض كتير ما في أي شيء تفرقوا بينهم. فقلت ممكن. رحت على المكان اللي ورا ما في الشنطة، المكان اللي ورا ما في الشنطة، رجعت للمكان الأساسي دورت فيه مرة ثانية ما في الشنطة، رحت للمكان اللي بعده اللي أنا كنت يعني
يعني ماني متخيل انا كنت جالس هناك. رحت على المكان اللي بعده لقيت الشنطه موجوده هناك، انا حاط شنطه هنيك وناسي. مسكت الشنطه حضنتها هيك وجبت الشنطه، جبت حبل ليك خليته مربوط هون، والله ما تروحي من ظهري، وقاعد اقول الحمد لله الحمد. كل الناس يطلعوا علي، شوفي هالمجنون قاعد ادعي وفرحان وهيك، مفكريني بفجر حالي او شيء. فاخذت الشنطه وجيت، وحاليا موجود في الاوتيل، وصلت الفندق اخيرا. فعشان هيك ما صورت في المطار، كان شفت الاشياء اللي صارت معي. شيء حلو حاليا انه الشركه عازمتني على العشاء مع كل اليوتيوبر والاعلاميين اللي داعينهم. فايه خلنا نروح على العشاء، خلنا شوي اروق على حالي شوي. يلا اوكي، وصلنا مكان العشاء، فخلنا نشوف ان شاء الله يكون عشاء محترم. بالله شو رايكم بالمنظر؟ مو منظري ادري، مو شايفيني المنظر. صباح الخير، حاليا رح نبدا اليوم الثاني. دخلت حمامت، لبستي، زبطت شعري، وباقي 20 دقيقة ويقفل الفطور وانا ميت جوع. خلينا نروح نلحق الفطور على السريع. اوكي، حاليا خلينا نتكلم ليش انا موجود هون، ليش انا موجود بالمانيا برلين، مين الشركه اللي دعتني. الشركه هي شركه لينوفو الشرق الاوسط، الله يعطيهم العافيه، هم اللي دعوني وتكفلوا بكل مصاريف الرحله هاي. لينوفو اللي ما يعرفها شركه عندها لابتوبات جيمنج، موبايلات، تابلت، وكثير اشياء بعالم التكنولوجيا. ففي ايفنت بصير بالمانيا كل سنه اسمه الاي اف اي او الايفا الاختصار. هذا الايفنت من اضخم المعارض بالعالم للتكنولوجيا. فلينوفو عندهم مثل مؤتمر جوا الايفنت، او يعني ايفنت جوا ايفنت من الكلام، اسمه تتش لايف ايفنت. راح يعلنوا فيه عن كل منتجاتهم الجديده هالسنه، منها لابتوبات جيمنج، موبايلات، وكل شيء. فدعيني عشان اغطي هالشيء. طبعا هذا الشيء كله راح يكون اليوم بالليل، داعين فوق 90 شخص من الشرق الاوسط، في 4-5 بس معظمهم ناس اعلاميين، ناس يكتبوا بمواقع تكنولوجيه وكذا، يعني يوتيوبر. انا الوحيد اليوتيوبر اللي راسلين لي دعوه، فشيء جدا خرافي. فحاليا معي ساعه انزل الفلف حوالين الاوتيل، فخلينا ننزل نلفلف نكتشف الجو شوي قبل لا نروح على الايفنت. Let's go. الله على الأجواء، الأجواء جدا جميلة، جو مغيم، قاعد أمشي بالمدينة لابس جاكيت، برد الجو، شيء جميل، شيء جميل. أنا أكثر شيء أحب الأجواء يكون جو مغيم وقاعد تمطر، قاعد تمطر. لا المطر ما هو شيء كويس حاليا، لأنه كاميرتي وفوقها مايكروفون. أوكي شكلي برجع على الأوتيل. أوكي شباب، ما رجعت على الأوتيل، لقيت حل، كان معي كيس حطيته فوق الكاميرا وقاعد اتمشى لانه الميكروفون بيخرب. اوكي شباب، انا حاليا وصلت على المؤتمر لينوفو تيتش ايفنت برلين، المكان جدا جدا مزدحم، اتمنى تكونوا سامعين صوتي في مايكروفون فوق الكاميرا. فا ايه بغطي لكم كل شيء قاعد يصير حاليا. ليتس جو. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Tirad Neptune. Welcome everyone tonight, welcome to everyone in the room, welcome to everyone around the world that's watching via live stream. We're excited to have you with us tonight for our annual event here where we launch all of our latest smart products. على المنصة أو على الستيج تكلموا كتير عن منتجات لينوفو الجديدة، من لابتوبات جديدة بأنواع مختلفة، تابلتس، موبايلات وأكثر. لو بدك تشوف المنصة بالكامل راح تلاقي لينك موجود تحت بالوصف. Coffee shop, or in my case, trying to doll. Actually, have created some unbelievable experiential opportunities across price points and screen. And then build a phone respond instantly to every touch
واعطونا فرصة بعد ما خلصوا كلام على المنصة انه نفوت ونجرب المنتجات كلها، وبعد بيوم بالفندق اعطونا كمان تجربة لنجربهم بشكل خاص. فحاليا راح اورجيكم تجربتي لبعض الاجهزة بشكل جدا سريع. بالمؤتمر كان تركيزهم بشكل جدا كبير على لابتوبات لينوفو يوغا. في كتير انواع من لابتوبات يوغا، في يوغا قسم السي والاس 640 940، وفي كتير انواع. اذا بدكم تشوفوا نوع نوع مع الشرح بالتفصيل عليه شي يكون رابط الموجود بالوصف. بهالفيديو رح اعطيكم المواصفات الاساسية اللي موجودة بكل لابتوبات يوغا واللي تميزها عن اي لابتوب غيرها موجود بالسوق. واللي يسأل شو الاختلاف بين لابتوبات يوغا، طيب اختلاف بيكون فيهم بالسعر على حسب كرت الشاشة، المعالج وغيرها من الاشياء، بس المواصفات نفسها بكل اللابتوبات. لابتوبات يوغا بتدعم انتل كور i7 واي5 من الجيل العاشر، وحتى i9 بس من الجيل السابق. لابتوبات تستعمل كروت شاشة انفيديا جي فورس جي تي اكس، والمساحة اللابتوبات توصل الى 1 تيرا بايت. اللابتوبات اسمها يوغا مو على الفاضي، لا، اللابتوبات جدا خفيفة. أدقل واحد منهم وزنه 1.4 كيلوغرام تقريبا، ومعظمهم شاشاتهم قابلة للطي لمس وبيجي معها ألم كمان. وفوق هذا اللابتوبات مو مصممة من البلاستيك، مصممة من المعدن بشكل كامل. والشيء المميز باللابتوبات هي إنها بتستعمل الذكاء الاصطناعي الجديد من انتل اللي اسمه بروجكت أثينا. هذا الشيء كتير بيفيد اللابتوب بعدة أشياء. أول شيء من نظام التبريد، اللابتوب رح يعرف متى يشغل المراوح ويبرد ومتى لا، مو نفس اللابتوبات الموجودة حاليا اللي هو مجرد ما تسوي أي شيء في اللابتوب حتى لو ما يسخن رح تشتغل المراوح بدون سبب. غير هيك النظام الجديد هذا بيخلي عمر البطارية يوصل الى 17 ساعة. متخيلين لابتوب يضل شحنه شغال 17 ساعة؟ انا اللابتوب اللي عندي بدون ذكر الشركة تبعه جديد شاري، وشحنه ما يضل معي ساعتين بالكثير. غير هيك شاشة اللابتوب فيها دولبي فيجن اللي بتدعم سوبر ريزولوشن 3، فراح تشوف وضوح HDR 4K باللابتوب. فيه خاصية ميك HD اللي هو تشغل اي فيديو قديم مصورة انت من 10 سنوات تقريبا، واللابتوب راح يحاول قدر المستطاع يعطيك الصورة بأفضل وضوح وتقريبا وضوح ال HD. لابتوبات يوغا كمان تدعم Wi-Fi 6، نظام الصوتي من دولبي، وفيها الرابيد شارجنج اللي بتشحن بشكل جدا سريع. وغير هيك فيها التعرف على الوجه، اللي هي لو عم تشوف فيديو يوتيوب مجرد ما تشيل وجهك من اللابتوب الفيديو رح يوقف، ترجع وجهك رح يكمل يشتغل الفيديو، فشيء جدا رهيب. طبعا مثل ما قلت لكم في كتير انواع للابتوبات يوغا، تقريبا كلهم بنفس المواصفات بس بيختلف سعرهم على حسب كرت الشاشه والانتر كور وغيرها. اذا بدك تعرف تفاصيل كلها رح تلاقي اللينك موجود بالوصف فيها المعلومات كلها. النوع الثاني من اللابتوبات هو ThinkBook، ما راح اتكلم عنه كتير لانه موجه للشركات مو للافراد. ممكن حد يقول طب شو الفرق بين الشركات والافراد، هو بالاخير لابتوب. راح اعطيكم مميزه سريعه عن اللابتوب لتشوف انه فعليا راح يفيد الشركات. اللابتوب فيه كاميرا صح؟ كل لابتوبات فيها كاميرا، ولو انت صاحب شركه وقاعد بمقهى وقاعد تشوف حسابات الشركه او شيء ممكن يكون في معلومات سريه، فكاميرا اللابتوب شغاله دائما، ولو واحد وراك قاعد يطلع عليك او يطلع على شاشه لابتوبك اللابتوب راح يحذرك، احكي لك في واحد وراك قاعد يطلع على الشاشه. هي احد المزايا اللي اظن تفيد الشركات ويدعمها هاللابتوب. واعلنوا عن اكثر من جهاز تابلت باحجام مختلفه واسعار مختلفه، وصراحه انا ما تعمقت فيهم كتير وما شفت شو مواصفات وكذا لانه ما انا يعني مو من النوع اللي استعمل تابلت ابدا. بس اللي عرفته انه التابلتات هاي فينك توصلها ببيتك بشكل كامل، انه فينك توصلها بالضوء عندك والاشياء اذا عندك بالبيت، طبعا ضوء ذكي او ستاره ذكيه، ويصير تتحكم بالبيت كامل من التابلت لو كان عندك بيت ذكي. والتابلتات كلها بتستعمل اليكسا وجوجل اسيستنس اللي هو تتكلم مع التابلت يقول لها مثلا شغل هالضوء، تقول له مثلا فوت احجز لي شيء بهالمكان او حط لي منبه على الساعه الثانيه، فمميزه حلوه. مره ثانيه لو مهتم تعرف معلومات اكثر شيك اللينك اللي موجود بالوصف. ولينوفو اعلنوا عن موبايلين موتورولا جدد. ممكن حد يقول ثواني شو دخل موتورولا بلينوفو؟ من فتره شركه لينوفو استحوذت او اشترت شركه موتورولا، فحاليا اي شيء لموتورولا هو نفسه للينوفو. اول جوال مثل ما شايفينه قدامكم هو الموتورولا E6 بلس. هذا الجوال سعره جدا رخيص بالنسبه لمواصفاته، سعره تقريبا $120 او ما يقارب 450 درهم او ريال سعودي. الكاميرا بدقه 13 ميجا بكسل والاماميه 2 ميجا بكسل، 2 جي بي رام، مساحه التلفون من 16 جيجا لفوق ال 200، والبطاريه 3100 امبير، وحجم الشاشه 6.4 بوصه. وجربت الجوال، جوال جدا سريع ما يبين عليه انه رخيص ابدا، الجوال بيستعمل نظام اندرويد طبعا. والموبايل الاساسي هو موتورولا ون زوم بشاشه 6.4 بوصه، 4 جيجا رام، 4000 امبير بالنسبه للبطاريه. والموبايل فيه اربع كاميرات. الكاميرا الاساسيه بدقه 48 ميجا بكسل، كاميرا 16 ميجا بكسل تعطيك صور الترا وايد او تبين لك مساحات كبيره بصوره واحده، كاميرا 8 ميجا بكسل للزوم توصل لحديت 10 هايبر زوم، وكاميرا عشان الدبث او العمق.
واخر شيء اعلنوا عنه نظارة الواقع المعزز لينوفو ميراج AR، واول لعبة راح تدعمها مارفل دايمنشن اوف هيرو. طبعا لو لاحظتوا ما قلت نظارات الواقع الافتراضي، لا، نظارات الواقع المعزز. هاي النظارة لما تلبسها راح تشوف الدنيا، ما راح تحجب لك اي شيء، بس راح تشوف اشياء فوقها. يعني لو لابسها بغرفتك مثلا راح تشوف الدولاب وكل شيء وتلعب وانت بغرفتك، وشيء رهيب جدا. واللعبة مو شغل تسليك واي كلام، لا، اللعبة فيها طور قصة، فيها طور كوب اونلاين تلعب مع ناس، وفيها طور سيرفايفل وليدر بورد. فينك تلعب احد 6 من ابطال افنجرز، كابتن امريكا، ثور، ستار لورد، دكتور سترينج، بلاك بانثر او كابتن مارفل، ضد الشرير دورمامدو اللي هو نفس الشرير بفيلم دكتور سترينج اللي شافه. هلا والله شباب، حاليا رح نبدا اليوم الثالث. انا حاليا بمؤتمر او معرض الاي اف اي او الايفا، هذا اكبر معرض تكنولوجيا بالعالم كامل، في تقريبا 30 قاعة وكل قاعة قد نص ملعب كرة قدم، شيء جدا ضخم، مستحيل تلف المعرض بيوم كامل. فانا حاليا بالقاعة رقم 11 اللي هي قاعة لينوفو، مثل ما شايفين كلها لينوفو. فراغبت لكم جميع اجهزة لينوفو الخاصة بالالعاب، اجهزة ليجر، خلينا نلقي عليها نظرة بشكل كامل وبعدين نلف بالمعرض. كنت ناوي اغطي لكم لابتوبات الجيمينج والاشياء اللي قاعدين تشوفوها بهالفيديو، بس مثل ما شايفين مده الفيديو جدا طويله، فراح اخليها في فيديو ثاني مستقل اشرح لكم كل شيء عن لابتوبات ليجن خاصه بالالعاب. في لابتوبات، في بي سي جاهز تشتري بي سي كامل مبني على الاخير للجيمينج، شاشات جيمينج واشياء كتير رهيبه. قبل اروح على المطار بس شيء سريع بخبركم عليه، اذا اي واحد منكم سافر على المانيا نصيحه، ادخل اي سوبر ماركت واشتري هالشوكولاته اللي شايفها قدامك، شوكولاته رهيبه وسعرها قد ربع سعرها بالخليج. فاي حبيت اخبركم هالمعلومه. اوكي شباب، الحمد لله وصلنا المطار الثاني بالسلامه، لسه بدنا نروح على المطار الثالث. سفرتي دائما توقف في اكثر المطار، فيلا متجهين حاليا للامارات اخيرا. اقسم بالله مليت من السفر والتعب، ابي ارجع البيت اقعد العب واسوي فيديوهات بس، خلاص ما ابي اسافر بعد اليوم. وإيه الحمد لله رجعت على البيت ورجعت أسوي لكم فيديوهات. هون ممكن وصلنا لنهاية الفيديو اليوم يا شباب، أتمنى يكون عجبكم. هذا أول فلوج إلي بالقناة من 4 سنين تقريبا، فإن شاء الله يكون عجبكم المونتاج، ما لي خبرة فلوجات أبدا. وأتمنى يا شباب تدعموا الفيديو بزر اللايك، فقط اللايك، مو منك تنشر الفيديو للواتساب ومدري إيش، لا، فقط اللايك، لأنه هالفيديو رح أرجع أرسله للشركة وتشوفه وتشوف هل فعلا الفيديو عجب متابعيني ولا لا. ولو شافوا إن الفيديو عليه لايكات رح يعرفوا إنه إيه متابعيني عجبهم هالفيديو وراح يتعاونوا معي بالمستقبل، وممكن اسافر معهم السنه القادمه كمان ان شاء الله. لانه اللي ما يدري انا جدا قليل ما اسافر مع شركات، سافرت مره مع اكتيفيجن وخلاص، جتني دعوات كثير، جتني من اي اي كذا، بس كل الدعوات على امريكا، واللي ما يدري انا سوري ما اقدر ادخل على امريكا. فيعني يهمني التعاون مع الشركات هاي وسافر وغطي لكم اشياء حلوه. فاتمنى تدعموا الفيديو بزر اللايك وبس. كان معكم شركيات، شتكيشكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.